أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث سلمة بن الأكوع، ما المقصود بقول المصنف ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم؟ أي نعم، جاء سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 9 أبيات من الكفار سباهم وجاء بهم إلى أبي بكر الصديق الذي هو أمير المؤمنين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.